المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل. وبالتالي مهم جدا جهودنا اللي بتبذل النهارده لاحتواء هذا الامر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. لازم اسجل هنا واقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامه الرئيس بايدن ومنكم في اقناع اسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا ان نقوم باصلاحه نتيجه القصف اللي تم فيه خلال الايام الماضيه، ويدخل المساعدات الى القطاع. وهنا باكد مهم قوي ان تفضل سيل تدفق المساعدات يصل الى القطاع من مياه ومن مواد طبيه ومواد انسانيه اخرى، حتى لا يكون هذا الامر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع. فخامه رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقه في حرب على مستوى الاقليم بالكامل، يكون تاثيرها مدمر على المنطقه وعلى السلام في المنطقه. ايضا محتاجين فخامه رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الازمه دي هو احياء عمليه السلام مره اخرى، واعطاء امل الفلسطينيين باقامه دولتهم الفلسطينيه على حدود يونيو 67 وعاصمه القدس الشرقيه. وهنا خلينا اسجل برضو بتقدير تفهمكم لاهميه عدم السماح بنزوح المدنيين من غزه الى سيناء. هذا امر شديد الخطوره وقد ينهي القضيه الفلسطينيه تماما، وده امر احنا حريصين على ان هو ما يحصلش. مره ثانيه فخامه رئيس الوزراء برحب بك اهلا وسهلا، وسعيد بكل الجهود اللي بذلها. بريطانيا دوله عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التاثير مش بس في المنطقه في العالم. شكرا جزيلا. Thank you very much. And the honor to meet you. سيدي الرئيس شكرا جزيلا على حسن الوفادة والأجواء الترحيبية، كذلك على الأوقات التي قضيناها معنا في مثل هذه الأوقات العصيبة بين الأصدقاء والشركاء مثلينا أن نتحدث عن هذا الموقف. هل لي أولا أن أثني على جهودكم فيما فعلتموه بشأن ملف معبر رفح، لأننا تحدثنا منذ فترة عن إيماننا الكلي في تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبالطبع نتطلع لعمل ولعب عظيم الدور جنبا إلى جنب مع مصر حتى نضمن وصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن. إذن تستحقون المزيد من الثناء والشكر والتقدير على فعل ذلك. كذلك أود أن أشارك معكم آرائي وأفكاري بشأن ما فعلته حماس، وأظنكم تتفقون معي في أنها أعمال إرهابية مروعة. ونحن الآن نؤكد على أن كل الأبرياء الذين راحوا ضحية أعمال حماس الإرهابية المروعة، حتى أن الفلسطينيين أنفسهم هم ضحايا لحماس. كذلك أود أن أتشارك معكم رؤية بشأن كيف يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا في أجواء الأمن والكرامة والسلام، وبالطبع أتمنى أن نتشارك معنا في هذا الموضوع الآن. شكرا جزيلا لوقتكم. هذه أرضنا وباقون فيها، سيناء للمصريين، عمان للأردنيين، وغزة والضفة والقدس ليست لأحد سوى للفلسطينيين. هذه سيناء التي ارتوت بدماء شهدائنا وجرحانا وأسرانا من أجل ألا تكون لأحد سوانا تحت سيادتنا. كل شبر منها حقنا، خضنا حروبا من أجل استعادتها، وبسلام حافظنا عليها. وفي يوم النصر كانت الكلمة لمصر، فأول أمس كان المحتل، والأمس الإرهاب، واليوم مخططات التهجير والتوطين. وحتما ولا بد سننتصر، فوعد الله أننا الغالبون.
مخطط واجهه وحذر منه وصعد من أجل وقفه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل اللقاءات والاتصالات والبيانات، يخرج محذراً من مخاطر الفكرة، مؤكداً أنها تصفية للقضية الفلسطينية. فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضاً أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ. لن يكون هناك لاجئون في مصر أو الأردن، كان هذا خط أحمر جديد من الرئيس السيسي، موقف يتوافق معه بكل ما فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. هذا موقف أصحاب الأرض، موقف لا يختلف عن أبناء الشعب الفلسطيني. فعلى مستوى القيادة دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن هذا الرفض في رسالة صريحة: لن نرحل من أرضنا. إن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر، وسنتصدى له بكل السبل. لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد أن يرحلنا من أرضنا كما فعلوا في الماضي. أما الفصائل الفلسطينية فبالتأكيد موقفها سيكون رافضاً لمخطط التهجير، حيث أكدت حركة حماس أن تتوافق مع رفض القيادة المصرية لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وتعتبره تهديداً للأمن القومي المصري. لا هجرة من غزة إلى مصر، وهنا أنا أحيي أيضاً موقف الأشقاء في مصر الذين يؤكدون بأن مصر نعم هي دولة وهي شقيقة وهي حاضنة وهي مرحبة بأبناء الشعب الفلسطيني، ولكن ليس على أساس لا هجرة ولا نزوح. أصحاب الحق قالوا كلمتهم، فماذا عن العالم؟ السعودية رفضته بشكل قاطع، وقطر وصفته بأنه انتهاك للقوانين الدولية، والكويت اعتبرته خرقا للقانون الدولي والإنساني، وتركيا شددت على أنه أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وإيران أكدت أنه يدل على حالة التخبط والصدمة الغير مسبوقة التي يعيشها الاحتلال. روسيا حذرت منه وقالت إنه لن يؤدي إلى السلام، والأمم المتحدة صرحت بأنه سيتسبب في تبعات إنسانية مدمرة. هذا جزء من كل، ولكن الكلمة الأخيرة كما كانت الأولى لمصر قيادة والشعب، فهذه الأرض لا تتسع لهويتين، إما نحن وإما نحن، فنحن الباقون وهم العابرون. وعد هنس هب حياتنا هو قلبنا وفي عينينا، عهد من جلنا وكلمة والتزام واجب علينا، وانت ماشي في سينا حاول تفتكر مات فيها مين، وانت ماشي في سينا ادعي واحنا وياك نور.